معي مراسلنا فراس لطفي. فراس، كيف يبدو لك الوضع بالنسبة لاستعدادات الجانب الإسرائيلي في عملية برية؟ وكان هناك حديث من متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن مسلحين فلسطينيين تابعين للجماعات المسلحة الفلسطينية هي موجودة في هذه المناطق إلى الآن. ما طبيعة هذا الحديث فراس؟ دعني أؤكد لك ماجد، وهذا لأول مرة لم يحدث منذ بدء الحرب قبل 13 يوما. لم يتم إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف أو المدن الإسرائيلية منذ أكثر من 14 ساعة، هذا لافتا ولم يحدث من قبل، مع تأكيد الجيش الإسرائيلي عبر إذاعته بأن كان هناك محاولات لإطلاق صواريخ على منصات الغاز في البحر المتوسط وتم إسقاط هذه الصواريخ. هذا لافت جدا ولم يحدث منذ 13 يوما على بدء القتال. فيما يتعلق بموضوع المسلحين في غلاف قطاع غزة، نعم، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لم ننهي القتال بعد، يتحدث عن حوالي 20 مسلحا لا يزالون في محيط مستوطنات غلاف قطاع غزة، يجري البحث عنهم والتمشيط، وبين الحين والآخر يعلن عن حدث أمني هنا وهناك، ولكن حتى الآن يعني لا يوجد هناك معلومات مؤكدة عن يعني الوصول إليهم أو حتى عددهم. فيما يتعلق بموضوع الحرب البرية، حقيقة ماجد، الإسرائيل لا تزال في مرحلة التمسك بالثوابت، ثوابت أهداف الحرب وثوابت أدوات الحرب. أهداف الحرب إسقاط سلطة وحماس وقوتها العسكرية وإعادة الأسرى، الأدوات هي الضربات الجوية والمدفعية، وأن الحرب البرية قادمة لا محالة. الآن السؤال هو لماذا تأجلت هذه الحرب البرية؟ يعني هناك نقاشات واسعة في إسرائيل حول هذا الأمر، هل هو سبب استراتيجي له علاقة بجبهات أخرى، له علاقة بمطالب أمريكية في إطار سياسي من العلاقات في منطقة الشرق الأوسط، أم أن الأمر تكتيكي له علاقة بالأسرى والوصول إليهم وجمع معلومات عنهم، أو أن الأرض حتى الآن غير مهيئة لدخول قوات برية، أو الأمر له علاقة بحدود رسمتها الولايات المتحدة الأمريكية أو رسمها بايدن يوم أمس للقتال، والتي يخشى أن يكون هناك فيها جرائم أو كوارث إنسانية داخل قطاع غزة إلى جانب ما جرى. وبالتالي الآن الجيش الإسرائيلي يستعد بكل قواته، نحن نتحدث عن مئات آلاف الجنود، يعني الاحتياط تجند 300%. فرقة 252 مثلا، والتي كانت تعمل في سيناء عام 73 إبان الحرب، هي تجند لها 120% من طاقة استيعابها، وتقول بأنها تتمرن ليل نهار مع جنودها للدخول في عملية برية. وبالتالي العملية البرية قادمة لا محالة، هكذا يقال هنا. ولكن عملية بدء هذه العملية البرية لربما فيه البعض الإشكالية فيما يتعلق بتهيئة الأرض، وفيما يتعلق يعني حدود القتال داخل قطاع غزة، مع استمرار نداءات الجيش الإسرائيلي ماجد لسكان شمال قطاع غزة بالنزوح إلى منطقة الجنوب، منطقة المواصي تحديدا 28 كيلومتر أقصى الجنوب. والجانب الإسرائيلي يؤكد عبر وسائل إعلامه أن في شمال قطاع غزة لا يزال هناك أكثر من 500,000 إنسان يعيشون ولم يبرحوا أمكنتهم. من عسقلان مراسلنا فراس لطفي.